كانت أجواء أعياد الميلاد في سنوات سابقة تظهر من خلال حركة نشطة للمواطنين، وذلك في شوارع قرى وبلدات وادي النضارة، إلا أن جائحة كورونا فرضت واقعا جديدا حتى في فترة الأعياد، حيث اقتصرت التجمعات على المشاركة بإضاءة أشجار الميلاد لرسم البسمة على وجوه الأطفال. رغم الكورونا حبينا يعني اعتبرنا فترة العيد فترة الميلاد هي فرح، والعالم شوية تستعيد الأمل إنه أكيد بكرة أحلى وبكرة رح يكون الوضع أحلى. وفترة الميلاد بنعمل الشجرة، أكيد هي رمز للميلاد أول شيء، وثاني شيء رمز للسلام، رمز للمحبة، رمز للفرح لكل الأولاد لكل الموجودين. يعني نحن بالعودي نعمل أكثر من هيك، ونجيب للأولاد الصغار ألعاب ونجيب لهم هدايا بس السنة الوضع مثل ما شايف في كورونا ومرض، الله يبعد عنا وعنكم المرض وعن سوريا يا رب. ليك هلا الشجرة ما طورت لأنه ما في كهرباء، جبنا مولدتين وما حملوها. وبنتمنى طفل المغارة يعني يجي علينا السنة بعيد يكون حلو، يعم السلام والأمان، نخلص من هالوباء. الأوضاع الاقتصادية والإجراءات القسرية طالت أيضا أسعار مستلزمات زينة أعياد الميلاد ورأس السنة. طبعا السنة الماضية كان أفضل من السنة بكتير، وكل الناس تفوت وما يفوت حدا وما يطلع ما يكون قدران يشتري. هلأ لأنه ما يعني ما ضل شيء رخيص، ما تواخذيني يعني ما ضل شيء رخيص، والغلاء كتير يعني فاحش، يعني مو بس الغلاء، الكورونا لها دور كتير كبير، يعني في عالم ما بتطلع ما بتقدر تطلع برات بيتها. والله الزينة اللي كانت عنا يعني زينا فيها أبدا الواحد، لأنه الأمور كتير صعبة، بقى الزينة اللي عنا زينا فيها ومشينا الحال فيها. إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من هالسنة، بس مشان الأولاد ينبسطوا إجينا لهون نصورهم شوي جنب الشجرة. زينة الميلاد تملأ المحال والمطاعم والمقاهي، والتي اقتصرت على أعداد قليلة من المرتدين بسبب جائحة كورونا. من قرى وبلدات وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.